يعني مفيش حاجة، احنا بنصحى الصبح سوا طول اليوم، ان احنا التمرين بتاعنا بيبقى بالليل، فطول اليوم سوا بنفطر، وبعد ما بنفطر بنيجي النادي في سوا بنطلع الطريق كلنا مع بعضنا في الكافيرا يعني، وبعد كده بننزل تمريننا نخلص تمرين نرجع بيتنا، بعد ان اليوم مفهوش حاجة نعملها يعني غير صلاة وصوم والتمرين. بتنام امتى بقى؟ نعم بالليل اكيد يعني مثلا بتنام بعد يصلي الفجر وبتنام، هو قصده كده بقى يعني فاهم، اشرح اليوم من اول. انا لا مثلا لازم ان هو اول يوم يعني بيبقى مع العيله دايما، يعني لازم بنتسحر كلنا مع بعض، بنصلي الفجر يعني في ايام في الكورونا ما كانش في مساجد فكنا بنصلي في البيت، يعني بقعد شويه بعد الفجر اقعد اقرا قران اذكار، وبعد كده ننام نصحى على صلاه قبل صلاه الظهر بشويه، نفوق نصلي الظهر برده شويه قران، وبعد كده بقى انا عشان هو ملوش في البلاي ستيشن فانا بقعد العب شويه بلاي ستيشن. صحابي لا ما كنتش بلعب ببجي السنه اللي فاتت كده يعني، وبعد يعني شويه كده العصر بيخش فصلي العصر، وبعد كده بقى في غالبا ما كانش في برده دورات رمضانيه السنه اللي فاتت فما كنتش بروح اتفرج يعني، فكنا بنقضيه برده يعني قراءه بقى، و قبل المغرب بقى بنطلع يعني انا واصحابي بنوزع بلح على الطريق و لا علي انا ده في وش الناس لا ده منين الفجر قبل المغرب لا بيبقى بنطلع كده زي يعني جروب مع بعض كده بنطلع نوزع بلح وميه وبتاع وكده يعني. رمضان اللي فات كان في مسلسل بتاع يسرا بتاع خانة عهد كنت متابعه وعجبني برضه، وطبعا الاختيار دول كان وميت وش، طبعا دول كان حاجات انا متابعها في رمضان. انا البرنس وميت وش بس خلاص، والاختيار طبعا الاختيار كنت يعني كان الاختيار بالذات كان يعني البيت عندنا كله كنا بنتفرج عليه يعني. لا 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 ايه يا راجل الاول ايه اول مدرب ضربك في الاهلي؟ في الاهلي؟ الاسارتي. بتصحى بقى؟ انا؟ اصحى على طول؟ اكتر استاد في مصر بتحب تلعب عليه او فيه؟ بترو سبورت. مين كينج الانستجرام؟ مين ايه؟ كينج الانستجرام في الفرقه عندنا يعني؟ اكيد كينج الانستجرام. كهربا طبعا. يلا كان ايه الرقم اللي بتلبسه في الناشئين؟ 7. 7؟ 35 فوق. صح. اكتر رقم قريب لقلبك في التيشيرتات يعني؟ 10 طبعا. الحمد لله ما بحبش اتكلم عن نفسي. قاعد شايل حاجه كده ايه؟ مين ينفع يكون مصارع؟ اغشم واحد في الفرقه. هيضربني والله. ماليش دعوة ولا ايه؟ ماليش دعوة. مين أحسن واحد بيعرف يرقص على أجرين؟ بيرقص؟ بيرقص؟ مين؟ ما شفتش حد بيرقص على أجرين قبل كده. سعد. سعد ها؟ ما شفتوش بصراحة. اول لاعب لما شفته اعتبرته مثلك الاعلى؟ حسام غالي. في النادي ها؟ محترم محترم الكابتن. مين ينفع يكون ممثل؟ سهل دي، سعد طبعا. احنا كده سعد اخترناه مرتين مش عايزين نختاره تاني. مين احسن واحد بيعرف يلعب فيفا؟ طاهر. لا طاهر طاهر. وانا بقى يعني اي حاجه اذكرني في اي حاجه. مين اسرع واحد في الفرقه؟ اسرع واحد؟ اجايب. مين اسرع واحد في الفرقه؟
بسألك. مش شايف كلهم بيجروا في دوبليكس. مين؟ مين؟ هاني باين؟ طاهر. أنا اللي أسحب ولا أول تيشيرت كورة اشتريته كان تيشيرت إيه؟ أرسنال. هنا عليك مدفعكي. كتير أول لقب أحرزته مع فريق ماشي. لقب فردي ولا لا؟ لقب فردي ولا والله بجد لقب فردي ولا يا جماعة؟ خدنا بطولة الجمهورية الناشئين. دي والله خدنا. لا 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 والله الجمهورية والله. خدنا لما خلصت من دور واحد فاكر؟ انت تضحك على ايه؟ مين اكتر واحد بيسمع اغاني شعب؟ سعد اكيد. شعبي مش مهرجانات. لا شعبي مش مهرجانات. انت الشعب مهرجانات. انا برضه انا بقول اصل ما ماشي خلاص انت راجع. ايه الفريق اللي بتحبه في اوروبا؟ اللي بحبه في اوروبا ريال مدريد. اتنين ده تلاتة؟ لا اتنين. اول مرة اكيد بسبب ماتش كورة كان ايه؟ انا مش فاكر ان انا كده. مش فاكر انك بكيت خلص؟ لا مرة مرة كنا بعيد ما بيحسش. كنا في بطولة زايد في الامارات كنا بنلعب اتلتيكو مدريد وكسبنا. كنا المفروض نخسر انا مش نرجع بلاقي جامدة بس احنا كسبنا. عيطت بعد الماتش من قمة الفرحة. ها؟ لا عشان كابتن مادي النحاس كان مهزقنا بعد الماتش. اكتر لاعب ملتزم في مواعيد. اكتر واحد ملتزم؟ وليد سليمان. ما شفتنيش والله. وليد سليمان بيجي قبلنا احنا الاثنين. مين اخف دم في الفرقة؟ ايه البتاع كلها صعب؟ مين اكتر واحد بيحب الاكل؟ بيحب الاكل؟ انا عكس السؤال. مين اكتر واحد بيحب الاكل؟ سؤال صعب جدا. اقول محمد محمود. اول مره حضرت ماتش في الاستاد الاهلي والاسماعيلي 2007 خسرنا 3-0. وشك حلو ما شاء الله. هو مش هيخلصوا ده. انت عارف ده السؤال الاخير. مين اكتر واحد بيلبس كباري؟ كباري اكرم توفيق. الله يخليك. اعتبرنا ليه هيشيلني من على الارض. مين ينفع يكون مدرب في المستقبل؟ هينفع انا اجاوب على السؤال ده؟ علي معلول. جامد والله. خش. اكتر اغنيه بتحب تغنيها ايه؟ اكتر اغنيه بحب اغنيها تلت شمال. اخر واحد. ايه عم كل ده سؤال؟ مين لو كنت في خناقه هتكلمه؟ صاحب صاحبه؟ مين اجدع واحد؟ سعد سمير. في ايه؟ ما تقول محمد يا عم. خلاص اخره. مصر كسبت كاس الامم كام مره؟ سبعه؟ استنى استنى بس مين الاول؟ انا الاول. انا الاول مش عايزين ظلم. هنرجع للفوار. ولا فرق ولا قط. انا اللي جاوبت. انا اللي جاوبت. بركات كان بيمسك كام مع تمام ايه يا اكبر نتيجه فاز فيها الاهلي بالزمالك؟ 6-0. 6-1. خسرنا. مين هداف تاريخ كاس العالم؟ عندنا ابو تريكه 4 اهداف. كاس العالم عامه كاس العالم الكبار لوزا سنتر. كم مره شارك منتخب مصر في كاس العالم؟ بس مرتين. مرة مطلع بغاني ومرة بوصلة. تلاتة؟ يا ساتر يا رب. ايه جنسية المدرب الاهلي السابق؟ وايتسون. مين؟ وايتسون بلجيكي. هولندي؟
اهدى شويه ما برزع بقى. اول كاس عالم كانت سنه كام؟ 1956. 53 30 الاهلي فاز باول دوري ابطال افريقيا سنه كام؟ 82. رونالدينيو لعب في باريس سان جيرمان ولا لا؟ لا 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 ما لعبش يا عم. لعب امتى؟ ماري لعب. الاهلي صعد كاس عالم كم مره؟ صعد كاس عالم كم مره؟ انت سايبنا جاوب ولا ايه؟ سته. ميسي معاه كام كره ذهبيه؟ سته. انا اصعب. انجلترا كسبت كاس عالم كم مره؟ واحد. اثنين. ثلاثه. هنري كان بيلعب فين قبل ارسنال؟ هنري كان بيلعب فين قبل ارسنال؟ هنري وست هام موناكو. مين اول دوله فازت بكاس العالم؟ السويد. نيستا بيلعب فين دلوقتي؟ نيستا بيلعب في 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 كوبي في اليابان ولا في كوريا؟ فرقه اسمها ريست كوبي يعني في اليابان. في اليابان ولا في اليابان؟ لوجو الاهلي فيه كام نجم؟ تسعه. ست ثمانيه والنجمه التاسعه يعني. لا استنى استنى كام نجم؟ استنى 12 12 والتاسعه هنا وفي رقم تسعه هنا صح؟ تسعة وتسعة تسعة ده أربعة. ايوه ما هو 12 تسعة 13 ونجمة تسعة هنا صح؟ تحت البدل هم تسعة يعني احنا تسعة توتال تسعة. ايوه ما انا عديتهم 13. قلت 13 13 هاتها 13 ما تخليش شكل وحش. الاهلي كسب كاس بلد القارة سنة كام؟ مين اللي استلم الجايزة؟ رونالدو كسب كام دوري ابطال اوروبا؟ خمسة. رونالدو كريستيانو خمسة صح؟ ملعب برشلونة صح؟ كام اسم ملعب برشلونة كام بنو؟ والله العظيم ثلاثة. لما سمعت السؤال قلت أنا والله ما سامع كويس. عمال بتخسرني خسرت؟ أقسم بالله أقسم بالله قدرت أنتوا تطردوني. اصحى يا نايم وحد الدايم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم.